الموسم كان شاق، ما كان ساهل يعني، وكان الجانب المادي يعني اللي لعب دور يعني. كنا ماديا يعني ما صراحه كنا بلك من اضعف الفرق فيها من الجانب هذا. الحمد لله اللاعبين كانوا رجاله يعني بدون تحفيزات يعني حقوا الصعود. تعبنا والحمد لله كانت فيكتوار مش بسهل، درنا اللي علينا والحمد لله. ان شاء الله العام الجاي المنتيا احنا نخدموا عام بعام، العام الجاي المنتيا والعام اللي منه ان شاء الله الناسيونال اذا كتب المكتب.